أهلا بحضراتكم. من 9 أكتوبر وعلى مدار 5 أيام مستمرة عملات وزارة الصحة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة. وهنا يهمنا في هذا الأمر نقطتين. النقطة الأولى هي نقطة خاصة بتوضيح بعض الحقائق حوالين بعض الشائعات اللي انتشرت يمكن في أوساط معينة، لكن هي شائعات بتتحدث عن وجود حالات للإصابة بمرض الأطفال في مصر. ففي هذا الشأن وزارة الصحة طلعت بيان للرد على هذا الأمر وقالت بشكل حاسم أنه آخر حالة مرض شلل الأطفال ظهرت في مصر كانت سنة 2004. 2006 يعني منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه مصر دولة خالية من مرض شلل الأطفال، وبالتالي كمان إحنا في مصر عندنا جهاز قوي جدا في هذا الأمر للوقاية. يمكن الناس الأكبر سنا عارفين الفترة الصعبة اللي عاشتها مصر مع هذا المرض والجهد الكبير اللي تم بذله يعني القضاء عليه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا بهذا الأمر. لكن رغم كده مستمرة بشكل دوري حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال. ويمكن يعني ما قيل أو ما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يخلينا شوية، رغم أنه طبعاً يعني ليه جانب سلبي فيما يخص المشائعة، لكن كمان هو يخلينا طول الوقت في حالة حذر انه لا قدر الله يكون في اي امر. وبالتالي التوعية مهمة، اهتمام الناس بهذه الحملات مهمة، الاستمرار في التطعيم مهم جدا، وده المحور الثاني اللي يهمنا. ومعنا فيه طبعا عشان يوضح لنا اكتر الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة. اهلا بحضرتك يا دكتور ناصر. اهلا يا فندم، ازاي حضرتك يا استاذ تامر، واهلا بالمشاهدين. اهلا بك يا دكتور، منورنا. يمكن الناس احيانا بتطمن لما ازمه بتعدي او مشكله كبيره بتعدي، الناس بتطمن والوقايه منها اولوياتها بتتراجع شويه، فبرضو عايزين يعني نصيحه حضرتك للاسر وللناس فيما يخص التفاعل مع هذه الحملات. بالنسبه لمرض شلل الاطفال، مصر قامت بدور كبير، وزارة الصحة المصرية ومجال الطب الوقائي في مصر منذ عقود طويلة للوصول إلى القضاء على مرض شلل الأطفال نهائيا. وفعلا كانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال في مصر كانت 2004، ومنظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرها الرسمي بخلو مصر من مرض شلل الأطفال في عام 2006. ولكن أيضا منذ هذا التوقيت لم تقف وزارة الصحة مكتوفة الأيدي، ولكنها في كل سنة بتهتم بالحملات الإضافية للتطعيم ضد شلل الأطفال، هذا بالإضافة إلى تطعيم شلل الأطفال نفسه. أنا عايز أقول بس يا دكتور وحضرتك بتكلمنا، إحنا بنعرض بعض الفيديوهات والمشاهد لحملات سابقة على مدار السنوات اللي فاتت مستمرة فيها هذه الحملات، اتفضل. جميل جدا. بالإضافة إلى تطعيم وزارة الصحة لشلل الأطفال للأطفال دون سن السنتين، وزارة الصحة بتشن حملات إضافية دعم أكثر للتطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال أقل من سن 5 سنوات، تأكيدا لدور وهدف وزارة الصحة في القضاء نهائي على فيروس شلل الأطفال في مصر. ولكن إذا دارت هناك بعض الإشاعات حول وجود حالات، هذه إشاعات كاذبة غير حقيقية أو غير لا تنال جانب كبير من الحقيقة، لأن أنا طبيب استشاري أطفال لم أرى ولم نسمع حالة إصابة بشلل الأطفال منذ تاريخ فعلا 2004. إذا كانت وزارة الصحة في من ضمن هدف حملاتها القوية أنها تدعم حملة القضاء على شلل الأطفال حتى تظل مصر خالية، فهذا يشهد لها بالحمد والثناء. وزارة الصحة مدعومة من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. فأنا نصحتي لكل الناس الاهتمام والتفاعل مع هذه الحملة من وزارة الصحة. أنا أعرف أن دلوقتي الحملة شغالة على مستوى القاهرة والجيزة، واحتمال يعمموه على مستوى الجمهورية طبعا. وتقارن الحملات مع دخول العام الدراسي الجديد هذا شيء محمود جدا، لأن طبعا اختلاط الولاد والتلاميذ في المدارس واختلاطهم في دورات المياه هذا ممكن يبقى سبب. طيب دكتور، أنا عايز أسأل حضرتك يعني من سن كام يبدأ التطعيم لو يعني طفل حديث الولادة،
من سن كام لحد كام التطعيم؟ تطعيم سلق الاطفال بيقبل الشهرين بعمر شهرين واربعه وسته. سلق الاطفال للطفل حديث الولاده في جدول التطعيمات الرسمي بتاع وزاره الصحه المعتمد من منظمه الصحه العالميه. والحمله الاضافيه اللي بتعملها وزاره الصحه ده بيبقى تطعيم الاطفال كلهم ما دون الخمس سنوات. طبعا دي حمله مهمه جدا للاطفال المصريين والغير المصريين اللي هم مقيمين في مصر في المناطق المستهدفه. الحمله دي بتدعم تطعيم شلل الاطفال، تدعم المناعه، جهاز المناعه للطفل انه يبقى عنده مناعه ضد الفيروس، حتى لو كانت بعض مصادر الميه فيها اصابات او عدوى فبيبقى الطفل عنده مناعه قويه. انا نصحت لكل الناس التفاعل التام مع الحمله. الحمله وزاره الصحه بتعمل حملات لجان بتجوب البيوت، بتروح البيوت وبتروح المصالح الحكوميه، يعني بتسهل وتسخر الخدمه للناس. يكاد يكون يعني ما فيش منطقه ما بنشوفش فيها هذه الحملات المتحركه. طيب لو ام هتنزل يعني عشان تدي التطعيم لابنها، هل في خطوات معينه تعملها قبل التطعيم او بعد التطعيم مباشره؟ اي تطعيم بصفه عامه بالذات اللي بيتاخد عن طريق الفم، لان هي نقط بتتاخد عن طريق الفم نقطتين، يفضل ان الطفل ما يرضعش قبل التطعيم على الاقل بساعه، وما يرضعش على الاقل بعديه بساعه. ولو اصيب الطفل بالترجيع قبل بساعه وبعد بساعه، قبل التطعيم بساعه وقبل الترجيع بساعه، حتى لا نتعرض الى اي اضطرابات في جهاز الهضم الترجيع ولا حاجه ونفقد التطعيم. دي اول حاجه. ثاني حاجه، اي تطعيم لو الطفل مصاب بأي حالة مرضية زي ارتفاع درجة الحرارة ينصح أن يأجله يوم أو يومين حتى تنخفض وتستقر درجة الحرارة. ثالث حاجة، الأطفال قليل المناعة، الأطباء بتوعهم بيبقوا مدينهم الإرشادات أن الطفل اللي عنده مرض نقص مناعة ده بياخد الإرشادات من طبيبه، ممكن بيبقى لا يحتاج إلى تطعيم لأنه بيضره. رابع حاجة، أن الأم دايما مرشدها لو حصل ترجيع قيء للطفل اللي خد تطعيم في خلال نص ساعة يفضل انه تعيد تطعيمه تاني، بترجع للمركز وتقول لهم انا ابني رجع في اقل من نص ساعة بعد تناوله نقط التطعيم المركز بيعدها له تاني. معلومة مهمة دي يا دكتور، لو حصل قيء بعد التطعيم بنصف ساعة في خلال نص ساعة بعد التطعيم لازم الام تراجع تعيد التطعيم تاني، لانه بيكون هو هل في حالات معينة الام ما تقدمش فيها على خطوة التطعيم الا بالتنسيق مع طبيب اطفال او الطبيب الخاص بيه؟ لابد، لو الطفل فعلا مريض وحرارته مرتفعه لازم بتبقى متواصله مع طبيب اطفال يخفض درجه الحراره ويخليها تستقر ويتاخد التطعيم. لو الطفل عنده مرض نقص مناعه بتستشير طبيب الاطفال بتاعه، لان معظم امراض نقص المناعه ما بيديهاش اي تطعيمات، لان ده لان جهاز المناعه بتاعهم لا يتفاعل مع الفيروس اللي داخل فده بيأذيه اكتر. زائد اني لو الطفل عنده حاله اسهال او ترجيع بالذات لازم الحاله دي النزله المعويه تتوقف تماما عشان يستفيد بالتطعيم، خاصه بتطعيم الفم اللي هو تطعيم البوليو شلل الاطفال، لانهم نقطتين بالفم. دكتور ناصر رمزي، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على ما وضحته وعلى المعلومات اللي قلتها لنا. تحت امر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا يا دكتور، ويعني بنعيد التاكيد على حضراتكم انه قد يكون هذا الجانب الإيجابي للشائعات، إنه الناس يعني تستعيد الحذر والخوف من أمور يعني ربنا عفانا منها الحمد لله، لكن طول الوقت هنفضل محتاجين إننا نستمر في نفس طرق الوقاية والالتزام بالتطعيم والتفاعل مع هذه الحملات المهمة. الحملة منطلقة لمدة 5 أيام في القاهرة والجيزة. مش هقول لحضراتكم عناوين لأنه أكيد أنتوا الناس بتشوف في الشارع، يعني لا تخلو منطقة من انك تشوف مجموعة العمل الخاصة بهذه الحملات. وقريبا ايضا وزارة الصحة بتضع خطة انها تكون موجودة في كل محافظات مصر. دي كانت تغطيتنا عن الشائعة والتطعيم الخاص بمرض شلل الاطفال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وتابعونا في تغطيات مستمرة على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابق.